يا جماعة الخير، خلونا نختار اثنين شباب لمجلس العضوات مشان يساعدونا بتسيير أمور الحارة. طيب طيب، بس خلينا ننتظر أبو عصام لناخد رأيه. إذا بدنا ننطر أبو عصام ما رح نعمل شيء أبو حاتم، صهري وبعرفه. طيب اتكلنا على الله. أنا بشوف إنه بشير ابنه لأبو بشير الله يرحمه وعصام هن أحق اثنين إنه ينضموا للمجلس. عصام؟ إيه عصام؟ شبو عصام؟ شبك ضجت؟ شبنا أبو حاتم شو حكينا؟ الدنيا أخذوا عطا يا أخي. عصام متجوز 3 نسوان، يعني طول الوقت مشلوش، ما رح يفضل الحارة ومشاكلها. معك حق أبو ظافر، ما بتلاقي عصام غير مشلوش، رايح جاي رايح جاي، منين بده يفضى إذا متجوز 3؟ طيب، في حدا ببالكم غير عصام؟ إيه، خلي ابني ظافر مع بشير. ابنك الله يخلي لك ياه ويطول عمرك وعمره، كل وقته مشغول بالبايكة، وما بينزل على الحارة إلا وقت صلاة الجمعة، يعني مشلوش دائما مثل عصام. طيب يا جماعة الخير، خلونا كلياتنا نفكر مع بعض. صفيان عنا عبده وخاطر. والله يا شيخي أنا بلاقي إنه خاطر أنسب من عبده بكتير، لأنه عبده دائما مشلوش بين البايكة وبين الحمام. إيه إيه إيه، عبده ما راح يفضى. خلص، اتكلنا على الله، بشير وخاطر.